ألف ألف مبروك على الجايزة، الله يبارك فيك، وفخر لأخبار اليوم إن حضرتك موجود فيها. شعورك بقى إيه النهاردة في الحفل الكريم ده؟ والله طبعا شعور بسعادة غامرة، لكن بيلقي هذه السعادة علي مسؤولية جديدة، إن عبء يعني إن أنا لازم أكون عند حسن ظن اللجنة والقراء في إني أكون أفضل مما كنت، فدي بتقلق طبعا الواحد. صحيح سعيد بهذه الجائزة لكنها ليها توابع، فأنا في حالة توابع. كثير من قراء الأخبار يطالعون الصفحة الأخيرة خصيصا لمطالعة الكاريكاتير في أول حاجة. لا ده حاجة يعني أبقى ممنون لي لها جدا، بيصلني بعض الخطابات، عشان كده بعمل حاجة اسمها إكلاكيت تاني مرة، لما بلاقي إن القراء بعده بيستحسنوا كاريكاتير ما فبعيد، وبقول إن ده إكلاكيت تاني مرة، ساعات تالت مرة، لأن ساعات بتبقى في الصميم أحيانا يعني مش دايما. فأنا لما أصبت بهذه الجائزة فأنا بوعد القراء بأن أنا أجود وأفضل وأكون أحسن من ده. فألفهم الله يبارك فيك.